مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مرة تانية في سلسلة ندوات مسيرة الشعر العربي عبر العصور. اللي حضر منكم الندوة الأولى مين؟ مين حضر الندوة الأولى؟ الدكتور. أهلا بكم. النهاردة الندوة الثانية من سلسلة الندوات بعنوان تطور الشعر الأموي. طبعا السلسلة دي انتوا عارفين بنقدمها من قسم الخدمات المرجعية العامة بإدارة خدمات المعلومات بقطاع مكتبات مكتبة الإسكندرية. بنرحب بكم كلكم، وإن شاء الله نتمنى تستمتعوا معنا النهاردة والمرات القادمة أيضا. بنرحب بضيفنا الأستاذ الشاعر محمد البلشي، كان معنا في أكتر من لقاء قبل كده وبدأ معنا سلسلة الندوات دي وما يعني حولها من فعاليات أخرى وورش عمل. طبعا احنا تقابلنا معه أكتر من مرة وهنتكلم النهاردة في مدخل بسيط من الرابط من العصر لصدر الإسلام، مرورا للموضوع الأساسي بتاعنا النهاردة وهو الشعر الأموي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. احنا بدأنا من المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أصل الشعر والشعر الجاهلي، هنكمل. احنا وصلنا في الآخر المرة اللي فاتت لبدايات ظهور الإسلام. ظهور الإسلام أكيد أثر في الشعر العربي بطريقة، في ناس شافت إن الشعر حصل له زي ما يكون فترة ركود شوية في بدايات العصر صدر الإسلام. هو ممكن يكون الكلام منطقي لأن الشعر بيتأثر بالأحداث اللي بتحصل حواليه، فكان يعني ده رأيي. مثلا مدارس كبيرة أشهرهم ابن خلدون، إن العرب انصرفوا عن الشعر في بدايات العصر الإسلامي، ده لأن كان في أحداث كتير جدا ممكن تاخد الشاعر حتى عن الشعر، وتكون حدث جلل زي ظهور دين جديد في منطقة العربية. فطبعا ده حدث ما بيحصلش مش كل يوم، ما بيحصلش كل 100 سنة، ما بيحصلش يعني غير كل فين وفين يعني. فأكيد حدث ده زي ده يأثر على الشعر، بس بعد كده الشعر بدأ زي ما نقول زي ما قالش العقاد اللغة العربية هي اللغة الشاعرة، فبدأ تاني يرجع الشعر مع شعراء كتير من كانوا قبل الإسلام موجودين ودخلوا في الإسلام، اللي بيسموهم الشعراء المخضرمين. وبعد كده ظهر شعراء جداد. طيب الفترة بقى اللي هي في بدايات الدولة الإسلامية حصلت زي ما يكون فيه هزة للشعر، ان هو ايه الكلام اللي موجود في القرآن ده؟ ايه القرآن ده؟ القرآن ده كلام لا هو موزون فاحنا نقول عليه ان هو شعر، ولا هو النثر اللي كان مألوف عندهم، فهو حاجة لا شعر ولا نثر، فهم ما كانوش فاهمين ايه ده، لقوا فيه اعجاز فحاولوا يجاروه. انا اسف عندي برد بس معلش. فحاولوا يجاروه، طبعا ما قدروش ان هم يجاروا القرآن. وطبعا اول من تبارى ان هو يجاري القرآن او يحاول ان هو يقول لا ما احنا نعرف نقول زيه اكيد الشعراء. فلما فشلوا ايقنوا ان هم قدام معجزة إلهية، لا ما ده مش كلام بشر. طيب اول حاجة عملها القرآن ان هو عمل ميزة مهمة جدا، ان هو وحد القبائل العربية كلها اللي كانت موجودة في الجزيرة على لسان واحد. كان في لهجات كتير وكان في ألسنز بيسموها كتيرة في الجزيرة العربية. هنا خلاص القرآن، اللغة القرآن بقت هي اللغة المتحكمة في الشعر. كان موجود الكلام ده زمان مثلا بمناسبة يعني بسبب سوء عقاز ومكانة مكة ما بين الجزيرة العربية، بس لا هنا القرآن زي ما نقول وحد اللغة المستخدمة في الشعر.
كان عندنا زمان في اللهجات الشمالية اللي هي بتاعت عرب الشمال، في عندك اللهجات الجنوبية والحميرية اللي كانت موجودة في اليمن. لا، القرآن وحد كل الكلام ده. حاجة تانية أثر فيها الإسلام في الشعر، ظهرت مصطلحات جديدة. ما هو أنت ظهر عندك دين جديد، الدين فيه مصطلحات جديدة ظهرت في ظهرت في اللغة العربية مع الإسلام. فبدأ مفهوم الصلاة، مفهوم الزكاة، الجهاد، في مصطلحات إلهية كتير جدا، مصطلحات دينية بدأت تدخل في الشعر. بدأوا يستلهموا الصور من اللي بيستخدموها من القرآن. فكل ده أثر في الشعر في بداية العصر الإسلامي. يمكن برضو الآية اللي يعني خوفت كتير من الشعراء إن هم يستمروا في قرض الشعر أو يعني نظم الشعر، اللي في سورة الشعراء معروفة طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون. فافتكر كتير طبعا من الناس أو الشعراء إن كده يبقى الشعر هيكون شيء يعني من المحرمات. ولكن طبعا بعد كده مع التفسير ظهر إن ده كان مقصود به الشعر الجاهلي. طبعا طبعا الآية فيها استثناء بالضبط، بعد كده في الاستثناء طبعا مظبوط. وكلمنا طبعا احنا اتكلمنا عن شعراء الوحي المره اللي فاتت، عشان كده كان سيدنا حسن بن ثابت كان بمثابه هو الاداه الاعلاميه لل ده اللي لسه هنقوله، اللي هي دور الشعراء بقى اللي في بدايه العصر الاسلامي ان شاء الله. زي مثلا اشهرهم كعب بن مالك. كعب بن مالك كان كعب بن مالك من اشهر الانصار، وعبد الله بن يعني الرسول كان عنده عشر سنين ثلاث شعراء مقربين لي، حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. يعني اتخذ ثلاث شعراء كانوا من المقربين جدا لي. يعني حسان بن ثابت ده كانت يعني لما المقاوم المقوقس أهدى الرسول عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية وأختها كان أو قريبتها سورين، الرسول أخذ ماريا وده التانية لمين؟ لحسان. حسان بن ثابت ده يوري مكانة الشعر قد ايه، وان هو يتقال عليه الشاعر الرسول، ان الرسول يرتضي ان هو اسمه يتقال بعد كلمة شاعر الرسول ان هو ينتسب اليه. دي حاجة طبعا تشرف الشعر طبعا، وتبين قد ايه مكانة الشعر. والرسول كان مشهور جدا ان هو بيحب يسمع اشعاره. وقصة كعب بن مالك طبعا احنا قلنا المرة فاتت، كعب بن زهير نقولها دلوقتي عشان معظم الناس ما حضرتش المحاضره. هو النبي برضو لما سمع بيت اميه بن ابي سلطة تقريبا قال كل شيء كان... لا ما كانش اميه، كان لا لا في كان كان اسمه معاويه. لبيد بن الاعصم قال كل شيء ما خلى الله باطله. اميه بن ابي سلطة وكل نعيم لا محاله زائله. فقال ان هو كان اصدق بيت الا الشطر الثاني يعني. بالعكس ده كان الرسول بيسمع الشعر الجاهلي كتير، وكان يحب ناس تقعد تسمعه. وهي دي كانت مش حاجه غريبه عن العرب. هو الرسول عليه الصلاه والسلام رجل عربي، فهو بيسمعه. ده اللي كان بيحصل في الاعداد بتاعته كلهم، ان هم بيستمتعوا بالشعر. فقصه قصه كعب بن زهير من القصة الجميلة جدا اللي بتبين لك قد ايه مكانة الشعر في الاسلام وتذوق الشعر. نعم تذوق الشعر طبعا. المره اللي فاتت ان القصيده كانت يعني مثلا غزل، هو القصه وصف طبعا. يعني ممكن نحكيها تاني برضو عشان معظم الناس ما حضرتش المحاضره الاوانيه. كعب ده ابن زهير ابن ابي سلمى. زهير ابن ابي سلمى ده من اكبر شعراء العصر الجاهلي، وكان من شعراء المعلقات لمعلقة شهيرة، وكان من أشعر العرب على مدار الفترة العصر الجاهلي. ورث ابنه كعب الموهبة بتاعة والده، وبدأ يبقى ليه صيت في الجزيرة العربية. أخو كعب أسلم وراح المدينة، فكعب هجى أخوه وهجى النبي عليه الصلاة والسلام، فأهدر دمه.
لغاية ما طبعا الإسلام بدأ ينتشر وساد في الجزيرة العربية. فكعب راسل أخوه، أخوه قال له تعالى ادخل على النبي عليه الصلاة والسلام حيسامحك. طبعا كان خايف، وفعلا راح على النبي وهو عليه الصلاة والسلام وهو ملثم، ودخل المسجد النبوي. ويقال أبو بكر، يقال أن سيدنا أبو بكر هو احتمى بسيدنا أبو بكر، أبو بكر هو سيدنا أبو بكر هو اللي دخله الجامع المسجد النبوي. فكشف اللثام عن وجهه وعن وجهه وقال قصيدة مطلعها بيقول بانت سعاده فقلبي اليوم متيم إسرها لم يفدى مكبول. الله ينور عليك. بيتغزل في واحدة اسمها سعاد قدام مين؟ قدام النبي عليه الصلاة والسلام. بيعتذر وبيشهر إسلامه. هو ما عملش حاجة جديدة، هو ما عملش حاجة غريبة، هو عمل اللي كلهم بيعملوه. هم كانوا بيبتدوا القصائد بتاعتهم بالبكاء على الأطلال أو الغزل، فهو عمل القصيدة كده، هو ما عملش حاجة جديدة. ده اللي هو يعرفه وتعلمه طول عمره، وهم ده اللي يعرفوه، والرسول عليه الصلاة والسلام عارف كده. فلما قال قصيدة فيها من 60 بيت، أول 20 بيت بيمدح بيتغزل في واحدة اسمها سعاد، وعشرين بيت التانيين بيصف الناقة والرحلة بتاعته كانت عاملة ازاي، والعشرين بيت الأخرانيين بيمدح فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عمل ايه؟ قلع البودة بتاعته وراح ملبسها لكعب. ده ما كانش تشريف لكعب، ده كان تشريف للشعر كله مش لشخص كعب. فده بيقول لك قد ايه ان الشعر كان حاجة مقدرة جدا عند العرب، وظلت مقدرة بعد الإسلام. حتى في فترة الحروب اللي كانت ما بين الإسلام والمسلمين والمشركين، ظهر كتير قوي من الشعراء من الأنصار، وكانوا يردوا على الشعراء بتاعت مكة. فهنا كان زي ما يكون في معركة في ساحة القتال بالسيوف، المعركة ما بين الشعراء كانت موجودة بالكلام. فالشعراء هنا ما انفصلوش عن الواقع اللي هم فيه، لا كانوا بيحاربوا بس بالاسلوب بتاعهم بطريقتهم. لأن يبقى الواقع ان ده كان الاعلام، يعني دي الحرب ده الاعلام، ده الحرب الاعلامية زي ما بيقولوا. مظبوط، القوة الناعمة، وده فعلا هي الحرب الاعلامية. مش وسائل تانية للتعبير او نشر الاخبار الا الشعر. نفس اللي حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام كمل معاه الخلفاء بعديه. في خلفاء كتير كاتبين أشعار في المرتدين أيام أبو بكر، سيدنا أبو بكر الصديق في حروب الردة، سيدنا عمر، سيدنا علي قال أشعار كتير في الحكمة وفي الزهد. وضع علم النحو، وضع أساس علم النحو، أول من قال بالفاعل والمفعول. وفي قصة مشهورة لعمر، سيدنا عمر بن الخطاب مع الحطيئة. الحطيئة كان ده شاعر مخضرم، الحطيئة كان مشهور جدا بالهجاء، كان بيهجو أي حد. يعني لو تدخلوا الدور عليه على النت شوفوا هجا مين، هتلاقيه ما سابش أي حد ما جاهوش، هجا أبوه، هجا أمه، وهجا نفسه لما ما لقاش حد يهجوه، هجا نفسه كمان. يعني دي مشهورة جدا يعني، بس عشان مش مجالنا نقولها. فسيدنا عمر لما الناس راحت اشتكته، اشتكت الحطيئة ليه، سجن الحطيئة. وبعد كده قعد استرحمه وقال له ان انا مش هعمل كده، احنا مطلعه تاني. فهنا العقوبة مش للشاعر، العقوبة على الذنب. فقد ايه برضو يعني، برضو سيدنا عثمان ليه قصص مع الشعراء، لو انت هتهجو حد. فهنا الشعر كان جزء من المجتمع، بياخدوا يدوا مع بعض فيه، ما فيهوش اي حاجة مختلفة عن ما قبل الإسلام. ظل الشعر ذو مكانة عالية في العصر الإسلامي مثل ما كان في عصر الجاهلية بالضبط. لو خدنا أمثلة من اشتباك الشعراء المسلمين مع الشعراء المشركين في الحروب الكلامية اللي بينهم، مثلا بيقول إيه، ليت أشياخي ببدر شهدوا ضجر الخزرج من وقع الأسلي الأسلي، حين ألقت بقباء بركها نأسف بس شخط مش نب، واستحضر القتل في عبد الأشلي، فقبلنا النصف من ساداتهم
وعدلنا ميل بدر فاعتدلي. إن هو هنا بيوصف غزوة بدر. نسمع تاني بيقوله قدنا كنانة من أكناف ذي يمني عرض البلاد ما كان يزجيها قالت كنانة أنا تذهبون بنا قلنا النخيل فأموها وما فيها. نكمل بقى ندخل بعد كده إيه نحن وصلنا للعصر الأموي. العصر الأموي بيقدر من بداية سنة 40 هجرية حتى نهايته سنة 132 من الهجرة بقيام الدولة العباسية. العصر الأموي حصلت طبعا قبله أحداث مؤسفة شديدة جدا في التاريخ تاريخ المسلمين. الفتنة حصلت ما بين سيدنا بعد مقتل سيدنا عثمان وحصلت ما بين سيدنا علي واقتتال مع سيدنا معاوية. يعني بغض النظر عن الفتنة وآراء الناس بالفتنة وكل اللي حصل فيها لكن أكيد الشعر كان له دور كبير فيها. أولا احنا عندنا هنا ان العاصمة انتقلت من المدينة الى دمشق. كان قبلها سيدنا علي نقلها للكوفة بس يعني هو كان عصر التراب وكان يعني مقره كان موجود في الكوفة. لكن احنا بنتكلم كعاصمة سياسية لدولة سياسية هي كانت دمشق. طيب المدينة كانت عاملة ازاي ساعتها بقى؟ ما هو الشعر ظل موجود في البؤرة بتاعته من أكبر البؤر الشرقية اللي كانت طبعا موجودة اللي هي الجزيرة العربية كانت مكة والمدينة. المشهد في مكة والمدينة هنا بقى اختلف تماما عن ما قبل سيدنا عثمان. احنا غاية سيدنا عمر كانت لا لسه في الدولة ممسوكة زي ما يكون في رقابة جديدة جدا ما فيش حياة اللهو والطرف. طبعا موجود بس مش للدرجة يعني سيدنا عمر الموجود. سيدنا عثمان مشهور باللين وفي نفس الوقت في فتوحات إسلامية كتيرة حدثت اتسعت الدولة وبدأ يدخل ناس أعاجم كتير جدا في الدولة الإسلامية. فبدأ يجي العبيد والقيان والمغنيين وانتشروا في المدينة. فالغريب جدا ان هي في العصر الأموي ازدهر جدا الغناء في مكة والمدينة وبطريقة يعني ممكن الناس يعني ما كنتش مصدقها بس لا دور الغناء كانت منتشرة وأسماء المغنيات كانت معروفة ومذكورة في الكتب لغاية دلوقتي موجودة المزاني وكتاب الأغاني الأصفهاني كل الحاجات دي مكتوبة. احنا دايما بنستند حاليا هنا في الندوة بتاعتنا لكتاب الدكتور شوقي ضيف العصر الإسلامي. ودكتور شوقي ضيف دمج عصر صدر الإسلام مع العصر الأموي ومسميه العصر الإسلامي. فنتيجة الفتحات دي طبعا بقى في حياة طرف وحياة لهو كبيرة في المدينة ومكة وانتشرت دور الغناء ودور الطرب بل في بقى مغنيين بالاسم يعني ذكور وإناث. يعني كان أشهرهم مغني اسمه طويس وكان في دور مخصصة للغناء يعني الناس بتروح هناك زي المسرح يعني دي بداية المسرح العربي تقريبا. يعني الناس تروح تسمع هناك أغاني وكان شعر وشعر غنائي طربي وكانوا يمثلوا حتى الشعر. يعني مثلا لو الشعر ده قال وقالت فيقفوا اتنين يمثلوا قدام بعض. يعني كانت اشهرهم دار اسمها دار جميله دي كانت مشهوره جدا في المدينه ومن اشهر الدور اللي كانت دور راقيه جدا مش حول للغناء اللي كانت للشعر وبيجتمع فيها الشعراء عشان يلقوا بدلوهم في الشعر يعني بدلوهم في الشعر كان دار السيدة سكينة بنت الحسين قال البيت. يعني فده يوري لك قد ايه الشعر كان برضو حاجة مقدرة. كل احنا بنشوف أهمية الشعر في العصر بداية العصر الإسلامي عشان طبعا الرد على ان الشعر حصل له اضبحلال شوية لا هو فضل مزدهر بس ممكن يشغل ينشغل الشعر بقضايا تانية بس تظل الشعر موجود. وطبعا مع الانتقال كمان والتعدد البيئات فضل مثلا
شعراء الحجاز على قوة الشعر بتاعهم زي ما كان في العصر الجاهلي، ولكن في الأطراف طبعا وفي الحواضر زي دمشق وبغداد ظهر بقى الشعر في مظاهر الطرف. ده لسه بقى انت دايما بتسبقيني. يعني رغم ان في حياه مفتوحه وبدات الدنيا تتفتح شويه، بس ما عندي برضه الغزل العضوي ظهر طبعا. ده اللي هنتكلم عليها لما نيجي ندخل في جزء بتاع الغزل، لكن قبليه في طبعا عمر بن ابي ربيعه، وده برضه غير التقاليد. لو هندخل الغزل كمان. لو هندخل في خلينا بس نمشي واحده واحده، مش عايز ادخل في الغزل دلوقتي، خلينا ماشيين واحده واحده. احنا بنتكلم دلوقتي عن مظاهر، يعني احنا بنتكلم عن مظاهر البيئيه عامه، المكتوب الاحتمالي العوامل اللي طورت وعددت انواع ثانيه وطورت في انواع الشعر. اتكلمنا عن فتوح، اتكلمنا عن ممكن الحياه السياسيه مثلا، نتكلم عن الحياه السياسيه في العصر الاموي اللي برضو كان سبب لظهور فرق واحزاب سياسيه. دي لسه برضو هنتكلم عليها وكده وكتير. هنا النقطه برضو او خلينا نتكلم، لو دخلنا في موضوع الغزل، احنا الشعر عامه المواضيع بتاعته في العصر الاموي اختلفت عن المواضيع اللي كانت موجوده في العصر الجاهلي او بدايه العصر الاسلامي. احنا دلوقتي عندنا اولا بقى في حكم مركزي، فالحكم المركزي ده في دوله متراميه الاطراف اكيد بيعمل لها معارضه، فطالما انت عندك حكم مركزي هيبقى في معارض لهذا الحكم، فبدا عندنا يظهر الشعر السياسي اللي هو ممكن تاخده جزء من شعر الهجاء. لا، هنا بقى الشعر ما كانش الهجاء، هنا بنقدر نسميه ان هو خرج من عباءة الهجاء بقى شعر سياسي، شعر معارض. فانت هنا مش بتهجو لشخص او مش بتهجو لحاجه شخصيه، انت بتهجو لحاجه اكبر من كده، لحاجه سياسيه. فظهر الشعر السياسي، والشعر السياسي انقسم لحاجتين، بقى في فريقين. الشعر السياسي ده اكيد بقى في ناس مواليه للحكم فبداوا يمدحوا بني اميه. اه طبعا، كان يعني يمدحهم، كان بيكرهوه، كان في اصلا يعني ده كل الناس، ده كله بيعمل كده. بس هي النقطه ان الشعر السياسي اخذ منحى مختلف دلوقتي، ان احنا بنتكلم ان احنا في حكم وفي معارضه للحكم. طبعا جت الدوله الامويه بدات يبقى في مدحين المعارضه للحكم، عشان كان في ناس مقتنعه ان لا قال البيت هم غير الشعر الشيعي. هناخد انواع الشعر اللي ظهرت لسه بعد كده، يعني انقسم لشعر سياسي وشعر مذهبي. بقى برضه سياسي، لكن الشعر السياسي هو انتشر جدا في العصر الاموي، هو بدايته كانت في العصر الاموي مع شعراء شايفه ان بني اميه اغتصبوا الحكم من قال البيت، وفي ناس لا مع بني اميه ان هم الأحق بالحكم، سواء كانوا على حق أو على باطل، هم اللي موجودين في الحكم، في ناس بتجاري الحاكم وخلاص يعني. فهنا ده الشعر السياسي. الشعر السياسي كمان عندنا اتقسم زي ما دكتور محمد قال، في نوع مذهبي وفي نوع زي ممكن نقول انقلابي. فانت عندك هنا ظهر الشعر اللي هي ناس بتعارض بني أمية، معارضة سياسية لأفعال بيعملوها هما مش موافقين عليها، في ناس بيعارضوهم بسبب ان هما اخذوا الحكم من اغتصبوا الحكم من ابناء سيدنا علي. فهنا ظهر الشعر الشيعي، وفي عندك لا ده انتوا لازم الناس تخرج عليكم في عليكم في الجهاد يعني يحاربوكم. فهنا ظهر الخوارج كونوا جيوش، وكانت كمان تعدى شعرهم الهجاء للبطولات اللي انجزوها، لانهم برضو يعني هزموا أكثر من مرة جيوش الدولة الأموية وهم مسلمين، ولكن مسمى الخوارج أنهم غير راضين عن الحكم بتاع بني أمية. فلو شفنا مثلا إيه الفرق بين الشعر الخوارج وشعر الشعر الشيعي، طبعا إحنا بنتكلم على الشيعة ساعتها غير، إحنا مش بنتكلم على الشيعة اللي موجودة دلوقتي، دي حاجة ودي حاجة. إحنا الناس دي اللي بتتكلم في الفترة دي اللي هم تشيعوا لسيدنا علي واللي قال البيت عشان اللي حصل لهم من مجازر على يد بني أمية، ما لهمش علاقة بالمفهوم الشيعي حاليا.
فلو خدنا مثلا الفرق ايه بينهم، ايه الفرق ما بين الشعر الخوارج والشعر شعر الخوارج هو بيدعو صراحة للجهاد ضد، وبيستخدم كلمة جهاد، لفظ جهاد ضد الأمويين، بيكفر الأمويين. الشعر الشيعي لا، الشعر الشيعي هو بيترحم على مأساة آل البيت واللي حصل ليهم. فلو خدنا مثلا أمثلة من أشهر الشعراء الخوارج، واحد اسمه عمران بن حطان، وليه بيت مشهور جدا يعني هنقول دلوقتي جرى مجرى المثل لغاية دلوقتي، بس خلال لما هو بيقول أحاذر أن أموت على فراشي وأرجو الموت تحت ذلل العوالي، فمن يك همه الدنيا فإني لها والله رب البيت قالي. هو بيتخيل البيت بيقول أحاذر أن أموت على فراشي، ده مش بيجاهد، مش راح يجاهد ضد الروم أو ضد الفوس، لا ده ضد بني أمية، هو مش معترف بيهم. ده درجة هو عنده شعر مدح في مين بقى، تخيله بيمدح عبد الله عبد الرحمن بن ملجم. مين بقى عبد الرحمن بن ملجم ده؟ قاتل سيدنا علي. بيقول عليه ايه؟ يا ضربة من تقي، تخيل بيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يعني البيت ده اتقال في قاتل سيدنا علي. إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني مش محتاجين نكمل بيت الأبيات بتاعته يعني. وعنده قصيدة كان بيتلقى قالهم لما الخوارج، هو كان من الخوارج، خوارج اليوم أنواع، في صفرية في الأذارقة، هو كان من الخوارج الصفرية. الصفرية أو الصفرية كانوا دخلوا الكوفة والحجاج هرب من الكوفة ساعتها، فقال أشهر بيت معروف لينا، أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري. فتخاء ده نوع من الأنواع العقاب أو النسر الصقر، بس كان مش زي الصقور الجامدة كده، لا كان تهشه يمشي يعني، فهو حاجة تحس ان هو طائر قوي بس لا هو فعليا مش قوي. فهو بيقول له فتخاء تنفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائري. غزالة دي كانت زوجة شبيب الشيباني اللي هو قائد الخوارج اللي دخل الكوفة، فبيقول له حتى انت مش يعني، غزالة دي كانت بتحارب معاه في المعركة، تخيل الخوارج كانوا بيحاربوا بأهلهم، دي حاجة غريبة جدا برضو في الفترة ديت. من الأشعار بتاعته برضو بيقول حتى متى لا نرى عدلا نصر به ولا نرى لولاة الحق أعوانا، مستمسكين بحق قائمين به إذا تلون أهل الجور ألوانا، يا للرجال لداء لا دواء له، لا دواء له وقائد ذي عمى يقتاد عميانا. باي من الأبيات إن هي أبيات هدفها كله الهجاء السياسي زي ما بيقولوا. هتلاقوا الشعر الشيعي بقى مختلف عنه، شعر وجداني أكتر يعني. مثلا عندنا كان من في من بني أمية من تشيعوا لسيدنا علي وقالوا شعر بيسموه الشعر الشيعي، يعني في واحد كان اسمه مشهور اسمه أبو عدي الأموي، منشق يعني، منشق عن بني أمية وبهدلوه بني أمية يعني. هو بيقول شردوا بي عند امتداحي عليا ورأوا ذاك في داء في داء دوية، فوربي لا أبرح الظهر حتى تمتلي مهجتي بحبي علي وبنيه لحب أحمد، إني كنت أحببتهم لحبي النبي. وفي طبعا واحد اسمه مروان ابن محمد السروجي، ده برضو من أمثلة الشعر الشيعي. يا بني هاشم، يا بني هاشم بن عبد مناف، إنني معكم بكل مكاني، أنتم صفوة الإله ومنكم
جعفر ذو الجناح والطيراني وعلي وحمزة أسد الله وبنت النبي والحسنان، فلئن كنت من أمية إني لبريء منهما منها إلى الرحمن. هتلاقينا الشعر الشيعي مختلف عن الشعر الخوارج، كان الشعر وجداني قوي وبيمدح آل البيت يعني يذكر أسمائهم دايما. ومن الحاجات الجميلة برضو في الشعر ما بين سيدنا الناس اللي انتصرت سيدنا علي والناس اللي انتصرت لمعاوية، واحد زي الفرزدق. فرزدق من أعظم شعراء العصر الأموي أو معظم الشعراء عامة في الشعر العربي على مر العصور. يعني فرزدق ليه قصة حلوة جدا مع كان هو رايح الحج مع القافلة بتاعة الشام. والفرزدق ده زي ما مثلا ممكن نقول إنه كان من أهم الإعلاميين المواليين للنظام مثلا زي ما نسميها كده. هو شاعر البلاط، هو شاعر قوي قوي جدا كمان. فالفرزدق كان قريب جدا لبني أمية، فلما بيروح طبعا للحج بيروح مع القافلة اللي فيها الأمراء والملوك، يعني الأمراء وكبار الدولة. فكان من ضمن اللي رايحين هشام بن عبد الملك، وساعتها تقريبا ده كان في خلافة يا والده عبد الملك بن مروان يا إما أخوه مروان عبد الملك، واحد فيهم يعني. فهو كان أمير كبير يعني ولي عهد مثلا في لترتيب في ولاية العهد. فراحوا الحج، وأثناء الطواف حاول إن هو يستقبل الحجر الأسود، معرفش يعني من كتر الزحمة الأمير رقم اتنين أو رقم واحد في ولاية العهد معرفش يستقبل الحجر، يروح يعني يقبل الحجر الأسود، دي زحمة جدا. فأخذ يعني خلاص خلصوا الطواف، فقاعد على جزء طبعا ده أمير مريف، وقاعد في حتة كده كويسة جدا في الحرم. فجأة لقوا واحد دخل، الناس كلها أول ما راح الراجل ده عند الحجر الأسود الناس كلها عمالة تمشي بيفضلوا المكان، يعني هو قدام الناس كده الناس تبعد وهو يروح على الحجر الأسود على طول. فالناس اللي قاعدة مع من قافلة الشام حوالين طبعا الشام ابن عبد الملك عارف هو ده مين، فكلهم بيسألوا مين ده، يعني مين الناس بتوسعوا ده. فقال لهم أنا معرفش. طبعا ده كان علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فالفرزدق ما سكتش رغم أنه هو شاعر بني أمية، هو لقبه كده شاعر بني أمية، ما سكتش على الموقف ده. فرح قايل قصيدة من أعظم القصائد اللي اتقالت في مدح آل البيت. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، حمال أثقال أقوام إذا افتضحوا، حلو الشمائل تحلو عنده النعم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم. قصيدة طويلة جدا بعد كده بيكمل كل ده بيمدح فيه علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. وهنا تتضح يعني نوع جديد من التعصب أو العصبية اللي ممكن تكون بعد كده يعني تفرعت وتشعبت إلى أن وصلت للعصبية القبلية أو بطون كل قبيلة ضد بعضها البعض، وانبثق منها بعد ذلك فن مشهور.
ممكن ايه فني نقائد نقائد. هنلاقي بعد كده لو رجعنا بقى اللي هي تمام البطون بطون القبائل بقت بين عصبيات من الشعر اللي يعني بقى عائلات. طبعا بعد كده من حياه الطرف اللي ظهرت في المدينه ومكه شعر الغزل بقى ليه مكانه تانية مختلفه تماما عن ما قبل. فالغزل في الحواضر اخذ شكل عنيف شويه بقى غزل صريح جدا وطبعا انتشر بطريقه. عمر بن ابي ربيعه ده اللي هو مسموه ايه خلينا نقول بالبلدي كده ليفل الوحش ده اعلى حاجه في هنشوف قصايد ليه دلوقتي ما تخضوش بس منها. يعني عمر بن ابي ربيعه يعني قلب موازين الغزل من ان الشعر هو العاشق المتغزل في محبوبته لان هو بقى بيتكلم عن ان هو الشعر المعشوق المعشوق اللي حبيبته بتحبه ازاي يعني وكان عنده حاجه غريبه جدا عمر بن ابي ربيعه. يعني كل الشعراء يعني مثلا ظهر جدا في طول عمره في الشعر العربي شعر الفخر ان انت تفتخر بنفسك. هو كان بيعمل حاجه غريبه جدا لما كان بيفتخر بنفسه كان بيفتخر نفسه على لسان الاخرين ان هم قالوا عني كذا وكذا 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 ما يقولش انا كذا وانا كذا وسمعتهم بيقولوا كذا وكذا. هنشوف دلوقتي هو الطريقه دي جديده بصراحه انا يعني في الشعر العربي دي كانت غريبه شويه بس هتشوفوها انه بيعملها بطريقه حلوه جدا. هو شعر رائع. الغزل العذري كان نسبه لبني عذرة في يعني دايما الغزل العذري كان ناحيه نجد والبوادي اكتر من الحواضر. الحواضر انتشر فيها الشعر الغزل الصريح. نعم بالضبط. الغزل العذري هو امتداد مظبوط ده حقيقي فعلا. نعم ده حقيقي ده حد دلوقتي ده حقيقي. من أين؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا يا جماعة أنا يعني أي حد عايز يشارك ويقول حاجة يقولها. إحنا مش محاضرة إن أنا بقول ونفضل سامعين بس كده لأ يعني نشترك مع بعض كلنا. طيب الجميل برضو إن الشعراء هنا اشتهروا بأسماء محبوباتهم وإحنا ما نعرفش أساميهم الحقيقية إيه. يعني هتلاقي في شاعر انت تسمع عن قيس هتقول لي مجنون ليلى تقول لك مين مجنون ليلى القيس قيس مين ما تعرفش في اتنين قيس ده قيس ابن الملوح ولا قيس ابن ذريه فده قيس مجنون ليلى ده بنسميه قيس ليلى وده قيس لبنى. بعد كده تلاقي واحد تاني اسمه جميل بوسينه وكسير عزه. هو بص انت مين كسير ده كسير ابن كذا ابن كذا ما نعرفش كل دول مش عايزين نعرفهم. هو كسير عزه ليه هو ما كتبش غير في عزه. لا عمر كتب في كله ده نشوف. قيس ما كتبش غير في ليلى. جميل ما كتبش غير في ده العذري وده الصريح. فهنا ده امثله الغزل العذري. انا عايز اديكم بس مثل لكسير عزه بيقول ايه. يود بان يمسي سقيما لعلها اذا سمعت عنه بشكوى تراسله. الله ينور. عنده حاجه تانية يقول لك خليلي هذا ربع عزه فاعقلا
التي غمست ترابا. وما كنت تولدي وما أنصفت أما النساء فوقضت إلينا وأما بالنوالي. الله ينور. طيب لو دخلنا على جميل بوسينة شوف بيقول إيه. إني لأنظر في الوجود بأسره لأرى الوجوه فلا أرى إلاك. قالوا ويخلق أربعين مشابها من أربعينك لا أريد سواك. وأراك في كل البقاع كأنما لا جرم في فلكي يدور سواك. ما عدت أصبر في العوالم كلها قمرا سواك فجل من سواك. بصوا الحاجات الرئيسة ازاي وبيتكلم فعلا عن حاجات كلها من المشاعر. شهدت بأني لم تغير مودتي وأني بكم حتى الممات ضنين. وأن فؤادي لا يلين إلى هوى سواك وإن قالوا بلى سيلين. فقد بان أيام الصبا ثم لم يكد من الظهر شيء بعدهن يلين. ولما علونا كأن دموع العين يوم تحملت بسينة يسقيها الرشاش معين. زعائن ما في قربهن لذي هوى من الناس إلا شقوة وفنون. ده حتى عنده بيت جميل بسينة ده بيت صعب قوي يعني. اسمعوا كده. أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها. هو عارف انه عامل كارثة. لك أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها لي الويل مما يكتب الملكان. طبعا ده بيدخل من الشعر يعني من الطرافة في الشعر ان هو طبعا يعني بيت زي ده ممكن حد يقول لك عليه ده يعني يكفره ببيت زي ده يعني. بس هنا لا, هنا الشاعر يجوز, هنا في بيقول لك يجوز للشعراء ما لا يجوز لغيرهم. يعني من مبالغات الشعراء. مبالغات الشعراء طبعا, واللي ممكن يكون فعلا كان حصل معاه كده, ف يعتبر نوع من انواع الاعتراف يعني, بيحاول الاستغفار. لو خدنا بقى حبه من قيس, انا حابب ان انا اسمعك شعر اكتر عشان احنا في يعني في محاضره شعر, فاحنا نتذوق الشعر اكتر. فانا حاسس ان احنا نقرا شعر احلى اكتر يعني, نحكي قصه ونقرا اكتر. قيس بقى عنده زي البيت اللي هو بتاع جميل بوسينة. بيقول ايه, بص المعنى من اجمل المعاني في الشعر بصراحه. ولو انني استغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوبه. بص المعنى. ولو انني استغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوبه. يعني هو بيفتكر, بيقعد يذكرها كتير, يفتكرها كتير قوي 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 قوي. لو استغفر ربنا كل الفتره دي ما كانش عنده ولا ذنب. وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا. ألست وعدتني يا قلب إني إذا ما تبت عن ليلى تتوب. فها أنا تائب عن حب ليلى فما لك كلما ذكرت تذوب. عشقتك يا ليلى وأنت صغيرة وأنا ابن سبع ما بلغت الثمانية. يقولون ليلى بالعراق مريضة ألا ليتني كنت الطبيب المداوية. ما بال قلبك يا مجنون قد خلع في حب من لا ترى في نيله طمعا. الحب والود ضيطا بالفؤاد لها فأصبح في فؤادي ثابتين معا. طوبى لمن أنت في الدنيا قرينته لقد نفى الله عنه الهم والجزع. بل ما قرأت كتابا منك يبلغني إلا ترقرق ماء العين أو دمعة.
حتى بقى عنده حته حلوه تبقى طريفه شويه، بيقولوا له انه يعني ليلى دي مش حلوه يعني زي ما انت شايفها كده عمال تحب فيها كده. يقول لي الواشون، يقول لي الواشون ليلى قصيره فليت ذراعا عرض ليلى وطولها، يعني لو قد الذراع مش تفرق معايا، وان بعينيها لعمرك شهله عامله يعني عامله كده. فقلت كرام الطير شهل عيونها، يعني هو بيقولوا لي يعني هي مش اجمل بنت قوي عشان انت تقعد تحبها كده وتقعد تكتب لنا فيها وتدخلها التاريخ يعني هو شايفها حلوه، ما لهوش دعوه بيهم يعني، اللي تشوفوا اللي تشوفوه انا اشوف اللي اشوفه. ده الجزء بتاع الحب العذري او الغزل العذري. انسوا بقى اللي احنا قلنا ده كله، تعال نروح لعمر بقى. عمر ده حاجه تانية خالص. نبتدي عمر. بصوا يا جماعه، عمر ده كان شاب اهله اغنيه جدا، والدته تاجره كبيره، والده تاجر كبير، يعني والدته كان يقال ما فيش عطر في العالم ما كانش عندها، بتجيبه من اي حته في الدنيا. فكان هو شاب متدلع على الاخر يعني. فواحد ظهر في البيئه دي وعنده موهبه الشعر، فطبعا هيعمل شعر ايه؟ ليه مقوله مشهوره لهشام بن عبد الملك، مروان بن عبد الملك، بيقول له الا انت مدحنا يا عمر، سليمان عمر، الا انت مدحنا يا عمر، رد قال له ايه؟ هلو انا لا امدح الا النساء، هو راجل فاهم يعني. بصوا خلينا بقى ناخد امثله من شعر عمر. ما تشتهين فاني اليوم فاعله، والقلب صب فما جشمته جشما، لا ترجعيني من ليس يرحمني، فداك من تبغضين الحتف والسقما، وارى جمالك فوق كل جميله، وجمال وجهك يخطف الابصار، إني رأيتك غادة خمصانة، غي الغواد في لذة مبشارة، محطوطة المتنين أكمل خلقها مثل السبيكة بضة معطارة. بغض النظر عن الكلمات الصعبة، هو بيوصف جسدها، هو بيوصف المرأة اللي قدامه يعني، مفيش بقى حاجات الحب والحكام، لا 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 يعني، في أبيات صعبة أنا مش عارفة. إن أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا، فما العيش إلا ما تلذ وتشتهي، وإن لام فيه ذو الشنان وفندا. يعني هو بتاع لهو، بيقول لك اقعد حب وخليك في الله، هي الدنيا كده. هنا كان عنده قصيدة، القصيدة دي بيقولها إيه يعني، فيها بيت مشهور جدا لغايه النهارده. فهو القصه بيقول ان هو كان بيطوف في الكعبه، هو من مكه على فكره، كان بيطوف في الكعبه، فهو بيطوف في صحن الحرم، شاف بنات قاعدين، فهو البنات دول بيتكلموا عن مين؟ بيتكلموا عنه هو. فبيقول ايه بقى؟ فعرفنا الشوق في واحده فيهم بتحبه قوي، فهو بيقول بيوصف الحديث اللي كان بينهم، فعرفنا الشوق في مقلتها وحباب الشوق يبديه النظر، قلنا يصطادينها منيتنا، لو أتانا اليوم في سر عمر، بينما يذكرنني وهم بيكلمني أبصرنني، دخلت عليهم دون قيد الميل يعدو بي الأغر، قالت الكبرى أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تينتها قد عرفناه وهل يخفى القمر. دي بدايه بقى وهل يخفى القمر، دي بقى طبعا اتخذت بعد كده ايه، بقت ايه مضرب من قد ايه، مضرب المثل، مع انه المفروض يعني ما فيش بقى يعني وسائل اعلام ولا صحف ولا تلفزيون ما شافوهوش. ودايما الحوارات بتاعت القصائد بتاعت عمر هتلاقيها كلها حوارات ناس بتكلم بعضها عنه،
هو عرف منين سمع ازاي هو دي كانت اسلوبه. فعنده قصيدة ليدا هند مشهورة اسمها ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. زعموها سألت جاراتها وتعرض ذات يوم تبترد، كان الجو حر فراحت على البحر يعني على أكما ينعتني تبصرنني عمركن الله أم لا يقتصد. فتضحكنا وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود، حسد حمنه من أجلها وقديما كان في الناس الحسد، غادة تفطل عن أشنبها حين تجلوه أقاح أو برد، ولها عينان ولها عينان في طرفيهما حور منها وفي الجيد غيت. كل دي بص هتلاقي حاجات كلها حسية. ولها طفلة باردة القيز إذا مع معاني الصيف أضحى يتقد، سخنة المشتى لحاف للفتى تحت ليل حين يخشاه السرد، ولقد أذكر إذ قلت لها ودموعي فوق خدي تطرد، قلت من أنت؟ فقالت أنا من شفه الوجد وأبلاه الكمد، نحن أهل الخيف من أهل منا ما لمقتول قتلناه قود. قلت أهلا أنتم بغيتنا فتسمينا، فقالت أنا هند. إنما خبل قلبي فاجتوى صعدة في سابدي تطرد، إنما أهلك جيران لنا إنما نحن وهم شيء أحد، حدثوني أنها لي نفست عقدا يا حبذا تلك العقد، كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد. طبعا في بقى يعني هنلاحظ كلمات برضو قديمة صعبة، حاجات من التأثر بالدين، نفست عقدا يعني نفسها عملت له سحر، عملت له سحر فبيقولهم يا حبذا تلك العقد انا مبسوط بالسحر ده. هو مبسوط بيه. عنده قصيده مشهوره جدا هي طويله، احنا مش هنحكيها، مش هنقولها ومش هندخل فيها، اسمها امن آل نعم انت غال فمبكري غداتا. طب سمعنا جزء بقى فضل. لا هو اصلا القصيده اولا هي 68 بيت، هي كبيره جدا يعني، كبيره جدا. بس قول جزء، قول جزء على قد ما تقدر يعني. لا لا هو الظريف فيها لما يبدا يحكي هو ازاي تسلل بالظبط، ده اصلا هيبدا ممكن تدخل للجزء ده البيت حاجه وعشرين اساسا يعني. طب ممكن بس قبل ما تقولها هي قصه القصيده دي؟ نعم هقول بس احكي قصه القصيده قبل ما تقولها. اتفضل. القصيده دي عمر بيحكي ازاي راح لخيمه حبيبته في وسط الخيم بتاعت اهلها كلها ومحدش شافه، وازاي دخل لغايه الخيمه وازاي طلع، ولما طلع استخبى ازاي وتنكر ازاي وطلع. فتخيلوا الحبكه دي كلها دي اللي في القصيده. وعلى فكره القصيده فنيا قويه جدا، ويعني الفرزدق لما سمع القصيده دي قال ان الفتى ده قبل القصيده ما كانش بيقول شعر، من ساعه القصيده دي بعد كده هو كده بيقول شعر. قول لنا كده جزء منها. جريره. هذا الفتى القرشي يهذي حتى قال الشعر. جريره. ما زال هذا الفتى القرشي يهذي حتى قال الشعر. هذا نص يعني. لا انا مش حافظ الابيات القصيده كلها، بس لو نصهم معروض بس اسمها صراحه هي تحفه يعني، المفروض تجمع على بعضها. مش معانا خلص؟ مش متاح؟ نصها مش متاح معانا هنا؟ معايا القصيده كلها، تعال نقراها مع بعض. تعال نقراها سوا. تعال مثلا ايه نقول كده من اولها. أمن آل نعم أنت غال فمبكري مبكر غداة غدا غد أم رائح فمهجر لتبلغ لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر. هنا بيقول إيه بقى؟ تهيم إلى نعم، هي اسمها نعم بيحبها، تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصره ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا نأيها يسلي ولا أنت تصبره. هنا ما بص برضو نفس الحوارات القصص اللي بيعملها، بيتكلم على إيه بقى؟ وأخرى أتت من دون نعم نعم ومثلها نهى ذنها لو يرعوي أو تفكروا أو تفكروا
إذا زرت نعما لم يزل ذو قرابة لها كلما لقيتها يتنمر. هو بيقول لك كل ما أجي أزور نعم في واحد قريبها يقعد يتنمر عليا. يتنمر عليا مش كلام التنمر يعني الحديث بقى. لا يعني يتنمر يعني عامل زي النمر كده هياكله. إذا زرت نعما لم يزل ذو قرابة لها كلما لقيتها يتنمر. عزيز عليه أن ألم ببيتها يسر لي الشحناء والبغض يظهره. ألكني إليها بالسلام فإنه يشهر إلمامي بها وينكر. بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنان هذا المشهر ده اللي بيشهر بي هو ده. قفي فانظري أسماؤه هل تعرفينه؟ أهذا المغيري الذي كان يذكر؟ هنا بس ثانية هنا يا واحدة تانية اسمها أسماء. فهنا نعم بتقول لأسماء هو برضو عمر اللي بيحكي القصة دي كلها. فهند بتقول نعم بتقول لأسماء أهذا الذي قفي فانظري أسماؤه هل تعرفينه؟ تعرفي مين ده؟ أهذا المغيري الذي كان يذكر؟ هو من قبيلة بني مغيرة. فبتقول هذا المغيري الذي كان يذكره هذا الذي أطريت نعتا فلم أكن وعيشك أنساه إلى يوم أقبر. هو ده اللي كنت بتتحاكوا عليه. هو عامل كده ليه؟ فقالت نعم لا شك غير لونه صور الليل يحيي نصه والتهجر. بالتأكيد لكنه شكله اختلف لطول صواب الليل. رأت إيه؟ شفت إيه أساسا؟ رأت أخا سفر جواب أرض تقاذفت به فلوات فهو أشعث أخبر. كان هارون الرشيد لما رجع من غزو هرقلة فقال الأصمعي أي بيت قالته العرف في رجل عائد من سفر يعني يشبه به حال وهو رجع بقى أخبر. فقال له البيت أخا سفر جواب أرض تقاذفت به فلوات فهو أشعث أخبر. وقبلها في بيت لو رأت رجلا رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشية فيخسر. أخا سفر جواب أرض تقاذفت به فلوات فهو أشعث أخبر. قليل على ظهر المطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر. وأعجبها من عيشها هو عبد بيمشي كده من غاية ما يوصل لفين بقى. هو خلاص دخل عايز يدور بقى على الخيمة. هو هنا لسه هو هنا بيتكلم عليها بقول لك وأعجبها من عيشها. بيتكلم من الصفات السائدة جدا في الغزل القديما اللي هم يصفها بأنها منعمة. وأعجبها من عيشها كيف كانت حياتها. وأعجبها من عيشها ظل غرفة وريان ملتف الحدائق أخضر ووال كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر. اللي جاي بقى هيبدأ يحكي وليلة ذي دورانا جشمني الصرا وقد يجشم الهول المحب المغرر. وبت أناجي النفس بت أناجي النفس أين أن خباؤها وكيف لما آتي من الأمر مصدر. طب أنا حصلها إزاي؟ فدل عليها القلب ري عرفتها لها ريحتها جماعة. فدل عليها القلب ري عرفتها لها وهوى النفس الذي كاد يظهره. شوفوا عرف الخيمة إزاي؟ لا الريه هنا ده هو قلبه هو اللي شم الريحه فراح. فدل عليها القلب ريه عرفتها لها وهوى النفس الذي كاد يظهره. فلما فقدت الصوت منهم واطفئت مصابيح شبت بالعشاء وانقر وغاب طمير كنت اهوى غيوبه وروح رعيان ونوم سمر. كل الناس نامت خلاص واللي كانوا بيتسمروا خلاص. وخفض عني النوم وخفض عني النوم أقبلت مشية الحباب ونفسي خشية الحي أزور. فلما لقيها بقى تحييتها إذ فاجأت فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر. أريتك إذ هن عليك ألم تخف قيت وحولي من عدوك حضر. أنت بتعمل أنت اتجننت اللي جابك حرفيا أنت بتعمل إيه هنا. فحييتها إذ فاجأت فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر. أريتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر. فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر. فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما عين من الناس تنظر. فقالت وقد لانت
وافرخ على ابوها هدت بقى خلاص ثبتها خلاص ثبت هي في الاول كده واتشنجت خلاص ولا كده قالت وقد لانت وافرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي أمير ما مكثت مؤمر فبالتقرير العين أعطيت حاجتي أقبل فاها في الخلاء فأكثر فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر ويا لك من ملهن هناك ويا لك من ملهن هناك ومجلس لنا لم يكدره علينا مكدر يمج زكي المسك منها مفلج رقيق الحواشي ذو غروب مؤشر هنا بقى بتمشي بقى الدنيا ان هو قاعد مبسوط زي الفل بيحكي عليها بقى بيشوفها هنا لغايه ما ايه بقى اشارت بان الحيه قد حان من هبوب هيصحو ولكن موعد منك عزوره فما راعني الا مناد ترحلوا هيمشوا مبادوا فما راعني الا مناد ترحلوا وقد لاح معروف من الصبح أشقر بدأ الصبح يظهر فلما رأت من قد تنبه منه وإيقاظهم قالت أشر كيف تأمر هنعمل إيه أشر كيف تأمر هنعمل إيه ده هنفضح أباديهم فإما أفوتهم وإما ينال السيف ثأرا فيسألوا أعد منهم اللهم حطلع لهم برا وحاربهم وهو ولا يلف حرب ولا يلف أي حاجة تفتكروا القصة دي حصلت فعلا ولا ده خيال الشاعر كل ده؟ السؤال ده حلو قوي بجد، ايه رأيكم انتوا؟ اصل خلينا طب خلي السؤال ده خلي السؤال ده بعد كام قصيدة جاية ونسأل السؤال ده، فإن كان ما لابد منه فغيره من الأمر أدنى للخفاء وأسطوره. احنا عندنا حاجة ممكن نعملها نخفف الموضوع يعني. هيطلع نعمل ايه؟ أقص على أختي بدأ حديثنا وما لي من أن تعرف متأخر كده يعرفه أولنا وما لي من أن تعلم متأخر وهم هيعرفوا فروح أقول لإخواتي إخواتي البنات ما نشوف هيقولوا إيه لعلهما أن تطلب لك مخرجا وأن ترحب صدرا بما كنت أحصره فقامت كئيبا بالضيقة ليس في وجهها دم من الحزن تزري عبرة تتحضروا بتعيط فقامت إليها حرتان عليهما كساءان من خز دمقص وأخضر يعني برضه بيوصف الاثنين التانيين كمان يعني بص ما فيش أي حد ما بيوصفهمش فقالت لأختيها أعينا على فتى أتى زائرا والأمر للأمر يقدر فأقبلت فارتعتا هم كمان اتخضوا ثم قالت ألقلي عليك الخطبة فالأمر أيسر قالها إيه ايه دي هنتصرف فقالت لها الصغرى ساعطيه مطرفي عديه عبايه بتاعتي يلبسها ودرعي وهذا البرد ان كان يحضره يقوم فيمشي بيننا متنكرا فلا سرنا يفشو ولا هو يظهر هنلبسه زينا ونطلع احنا الثلاثه هو في وسطنا مفيش حاجه محدش هيحس بينا فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعباني ومعصره المجني اللي هو الترس علشان كده كان برضو سليمان بن عبد الملك على ما أذكر يعني إذا ما خدنيش ذاكره هو بيستعرض الجيش فشاف واحد بترس كده عبيد خالص يعني فقال له إن مجن عمر كان أشد من مجنك فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص الترس بتاعي بقى اللي انا طالع بيها عشان اعدي من الناس ثلاث شخوص كاعباني ومعصره في عنده حاجه غريبه جدا برضو بصوا بالقصه دي يا من لقلب متيم كلف يهذي بخود مريضه النظر تمشي الهوينا اذا مشت فضلا وهي كمثلي مش عارف ايه بصوا بقى هنا بقى ما زال طرفي يحار اذا نظرت حتى رأيت النقصان في بصري أبصرتها ليلة ونسوتها يمشين بين المقام والحجر هو بيتكلم فين؟ المقام والحجر في الحرم أبصرتها ليلة ونسوتها يمشين بين المقام والحجر بيضا حسانا خرائدا قطفا يمشين هونا كمشية البقري ده بيعكس في الحرم
طبعا الكلام ده سواء حصل او ما حصلش واحنا هنا بنتكلم في شعر، ما حدش لام الراجل ولا حد قال عليه انت ايه اللي بتعمله ده، تعالى انت عكستهم بجد ولا ما عكستش، مفيش حد اتكلم الكلام ده. الناس اخدت الحاجه الفنيه المحترمه اللي موجوده في الشعر، وهل هو شعر ركيك ولا شعر ذو قيمه عاليه، هل الكلام ده حصل ولا ما حصلش، مش ده اللي يهمنا. اللي يهمنا ان في جوده فنيه محترمه، الناس كان عندها ساعة صدر انها تسمع الكلام ده، ما حدش يعترض عليه، ما حدش هيهدر دمه على الكلام ده، ما حدش هيقول عليه فاسق، ما حدش هيقول عليه زنديق، ما حدش هيقول عليه اي حاجه، بل بالعكس انت بتلاقي شعراء كبار بيمدحوا الشعر بتاعه، بتلاقي الخليفه ذات نفسه بيقول له مش هتمدحني. ده الجزء بتاع الغزل. خلينا نخش على الاجزاء الثانيه. لا العصر أبو اختلف منهج القصيدة، ده لسه لسه هنقول. كان في طبعا التقاليد الطبيعية. التقاليد الطبيعية كانت موجودة بس اختلفت. يعني دلوقتي ظهر عندنا وحدة القصيدة، وحدة الموضوع. يعني زمان كان بيتنقل بين المواضيع، في الشعر الأموي لا بدأ يظهر الأموي بدأ يظهر وحدة الموضوع. ودي بداية ظهور وحدة الموضوع. كان عندي سؤال. ايه هي كانت اصعب قصيده؟ وممكن السؤال ده يكون بره الندوه، بس هل كانت اصعب قصيده لامرئ القيس ولا المتنبي ولا الاصمعي؟ فيش اصعب قصيده. ما معنى اصعب قصيده؟ يعني ما معيار الصعوبه والسهوله؟ الصعوبه من حيث صعوبه الكلمات والمعاني. بطرفه الروايات والقصص كانت تروى عن الاصمعي قصص صوت صفير البلبل. صوت صفير البلبل هيج قلبي. يعني صوت صفير البلبل يعني قصيده كارثه، يعني ما يتقالش عليها قصيده اساسا. يعني لو بتتكلم على شعر يعني هي القصيده اول بيت فيها مكسور مش الوزن بتاعه غلط، فهي مش قصيده اساسا. يعني دي الحاجات الفكاهيه اللي هو يتعمد يجيب كلمات صعبه ويحطها جنب بعض فتلاقي حتى المعنى مختل عشان يبين. ده كان الاستعراض اللي ما بين الشعراء وبعضهم، بس ده ما يقدرش عليه قصيدة. زي ما امرئ القيس كان عامل في قصيدته فهيه وهيه ثم هيه وهي وهي من الدنيا. يعني دي بقى مش يعني منسوبة لي. طب ليه في ناس كتيرة طب بتقول انه منسوبة لي؟ طيب مش بتاعته. بص ده انت بتتكلم على شعر ده عمره 1400 يعني 1400 من الهجرة، وفي 200 سنة قبل الهجرة، فبتتكلم في 1600 سنة. بيتحط في النص حاجات كتير قوي تحس ان هي لا. على مدار العصور كان موجود، كان رواة كتير بيقحموا حتى في القصائد ابيات من ابيات ليهم في القصائد اللي هم كانوا بيروه علشان بس من النساخ ايضا. من يعني احنا هنا ما نتكلمش على الاخطاء، احنا بنتكلم على حاجات مقصوده، بس هي فيها اغراء لا يمكن مقاومته يعني. فطبعا لا ده كان سبب موجود. وان كان التحفظ ايضا موجودا ان الشعراء ممكن يكون لهم يعني تنوع في الاسلوب. يعني انا معتقد ان القصيده دي لامرئ القيس. قصيده ايه اللي هو قالها؟ هي ما انا مش مقتنع خالص، لان ما فيش ما يمنع. يعني مثلا هو مثلا حاليا استاذ الجامعه مثلا ده ما بيهزرش مع اولاده وما بيقعدش يضحك مع اصحابه كده يعني نوع من انواع التندر. لا هو مثلا في حالات انت عندك غالبيه الديوان تقدر تشوف لغته اسلوبه عموما حتى لما بيهزر. هو يعني امرؤ القيس كان جاد، يعني امرؤ القيس كان جاد، لكن هو حتى في استهباله يعني صح التعبير، لا هو ما كانش بيوصل لكده يعني، مش لا لغه ولا اسلوب ولا حد. مش امرؤ القيس ده مش جاهلي، لان احنا تكلمنا الندوه السابقه عن معلقه عمرو بن كلثوم. الناس كلها بتزود فيها، والناس بتزود من اكتر المعلقات اللي معلقه شغاله لغايه النهارده. الناس عماله بتزود فيها يعني، بيحطوا فيها حاجات يعني يمكن لذلك ظهر علم الاسلوب اللي بيدرس القصائد من ناحيه هل فعلا الشخص ده او هل ده اسلوب الشعر الشائع المشهور ولا ممكن تكون حاجه كان موجود عند كده كده يعني. حتى لو ده ما كانش موجود بقواعد ثابته يعني، لكنه كان مفهوم موجود عند العلماء المحققين الرواه. نعم. لا دي لا تصح، هو يقول لك دي هذه لا تصح لا تصح لا. وهذا ايضا يعني ظهر في دراسه الحديث الشريف، في دراسه المتن.
لما كان يقولوا ده مش من مش مش, مش ليس اسلوب هناك كمان اكثر تحفظا يعني هناك في القصه الحديث اكثر تحفظا بكتير لكن الفكره في الشعر ان هو كان مفتوح لا ضابط ولا رابط انت بتاخد من اي حد اي حاجه وبتدون بقول ان اصول العلم نفسه يعني ما فيش علم السند والمتن والرجال في اي حضاره في العالم كله غير في الحضاره العربيه وبذلك انتقل ده يعني كان في تحفظات يعني بين الشعراء برغم بعد كده طبعا زي ما تكلمنا ان في زيادات من شعراء مغمورين زيادات من النساخ اللي بينسخ الديوان او اخطاء تصحيف حتى هو كان بيقول هل اصعب قصيده هو على ايامه ما كانتش اصعب قصيده لان هي اللغه كانت كاهل العصر بس انا فهمت السؤال قصده ايه ممكن تكون لينا احنا كناس متاخره تكون اصعب علينا شويه هي لكن عشان الروايه بتاعتها ان الخليفه ما عرفش لكن بوجه والخادم والجاريه ما عرفوش يحفظوها هو بشار بن برد لما كتب لدجاجة رب البيت تحطوا ايه طب الخلف الزيت لها تسع دجاجات وديك حسن الصوت انت ازاي كتبت حاجه زي كده فقال ان البيتين دول بالنسبه لربابه اللي عنده احسن من بيت يعني قصائد من القيس لان هي مناسبه لفهمها بس هو بوجه عام كان يعني يقال ان كان اكتر شاعر بيختار الالفاظ الصعبه هو الفرزدق على عكسه كان جرير يعني قيل ان الفرزدق لولا الفرزدق لذهبت يعني ثلاث ارباع الالفاظ العربيه يعني فهو كان بيختار كلمات شديدة شوية لكن جرير كان بيختار كلمات أبسط أخد منك بقى أنا فصل جرير ونبتدي الفقرة الأخرانية عندنا هنا بقى النقائد أيوه فهو كان بيختار ألفاظ يعني أصعب من جرير بكتير جرير كان بيختار ألفاظ أسهل فكانت يعني شعره منتشر أكتر من الفرزدق كان بيقولوا إيه جرير يأخذ من بحر وينظم من بحر وفرزدق ينحت في الصخر ينحت في الصخر فهو ده كان بيختار ألفاظ أصعب من التانية بس يعني جرير والفرزدق وحنبتدي بقى في شعر النقائد ما هي النقائد هو كله على بعضه هما اتنين بيتخانقوا هو عامه شعر النقائد كان موجود قبل العصر الاموي كان موجود في العصر الجاهلي بس ما كانش بالصوره دي وما كانش ليه يعني هما اخترعوا له قواعد واصول لكن انت تقول قصيده وحد تاني يرد عليك فيها ده كان موجود لكن التباري فيها في الهجاء والفخر ما بقى كان بأقزع الأساليب وكانوا ما عندهمش مانع يعني يدوس عليك في حاجة صعبة جدا عادي يقولها الغرض بتاعها الأساسي كان تسلية وكان إظهار للبراعة الفنية مش أكتر يعني ما كانش فيه ورا النقائد اي حاجه مفيش صقر يعني يعني زمان كانوا ممكن قبيله تهجو قبيله لا هم كانوا بيتسلوا ومفيش وراها حاجات سياسيه او حاجات اجتماعيه لا هو اتنين قاعدين يعني بيشوف قدراتهم الفنيه ايه وفي ناس كتير قوي في شعر النقائد بس اشهرهم جرير والفرزدق لان هم كتبوا كتير قوي في الحاجات دي الفرزدق كان هما الاثنين من قبيله واحده هي قبيله تميم بس الفرزدق كان من نقول الفرع ارقى جرير كان من فرع اقل في الشأن وكان عنده مشكله جرير مشكله جرير ان كان والده وضيع جدا يعني خلينا نستخدم اللفظ ده كان وضيع قوي ودايما يعني كان جريء عنده جمله يقول لك ما في بيت يعني ما فيش بيت فرزدق قالوا فيا غير رديت عليه الا لما جاب سيره ابوه يعني جاب سيره ابويا ما عرفش ارد حتى فرزدق بيقول له ايه فيها قال له تعالى دخلوا الخيمه فلقى رجل عجوز جدا ماسك ضرع المعزه يعني اللي قدامه بيشرب منه مباشره عشان قال له عارف هو بيعمل كده ليه قال له عشان خاطر لو جاب طبق ولا جاب يعني حاجه وهو بيحلب صوت اللبن هيوصل للناس اللي قاعده وهو مش عايز يديهم حاجه مش عايز يسمع حد ان هو بيحلب لبن فقال له لما ده يبقى ابويا وافتخر بيه يبقى هو شعري انا اشعر العرب لما انا اخلي ده هو بقى ما فيش زيه ولمعته بقى وخليته احسن واحد يبقى انا اشعر العرب فرد عليك الفرزدق بيقول له ليس الكرام بناحليك اباهم
حتى تردوا إلى عطية تعتلوا. عطية ده أبوه اسمه عطية. وزعمت أنك قد رضيت بما بنى، أنت راضي باللي أبوك بيعمله يعني. فاصبر فما لك عن أبيك محوله، يعني اصبر بقى ما اللي بيعمله فيك أبوك ده. ولئن رغبت سوى أبيك لترجعن عبدا إليه كأن أنفك دمله. فرد عليه بيقوله إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمله. ده كل ده فرصدك بيشتم في أبو أبو جرير. رد عليه جرير وقال له إني انصرفت من السماء عليكم وحتى اختطفتك يا فرصدك من علي. في دخل معهم كتير في التباري اللي ما بين فرزدق والجرير، بس غريبا يعني الأخطل دخل. أخطل كان شاعر قوي جدا وعظيم يعني في العصر الأموي، دخل في صف الفرزدق. بغض النظر يعني وراعي النميري برضو نفس الموضوع، دخل في صف الفرزدق. دايما جرير كانش حد في صف، كان جبهة لوحده، لأن جرير كان كفاءة بينهم يعني، يعني كفاءة يعني يدخل فيهم كلهم، كان قوي جدا جدا يعني. فعلى النمير ده دخل اول ما دخل بس في القصه راح مطلعه بره على طول، قال له فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلخت ولا كلابا. الراجل ده راح منسحب في هدوء يعني. الفرزدق كان عنده قصه زي ما الجرير كان عنده مشكله والده، والفرزدق داس على جرير فيها جامد قوي وقعد يعايره جدا بيها. فرزدق قاعد يعاير جرير بيها. جرير فرزدق كان عنده مشكله، والمشكله دي برضو الجرير ما سابهاش وقالها. انا بديك المثل عشان تعرف هم وصلوا لغايه ايه في القدح في بعضيهم يعني. فرزدق كان عنده بنت عمه اسمها النوار. فرزدق كان ساعتها راجل عجوز كبير في السن، و النوار دي كانت بنت عمه عايزه تتجوز، في حد اتخطبت له يعني وعايز يتقدم ليها. فجوم عشان يكتبوا الكتاب، فاختارت ان الولي بتاعها يكون اكيد شاعر القبيله المشهور، شرف لاي حد الفرزدق. فبعتت له في الشام وقالت له انا ارتضيك وليا لي فخر تميم، وجوزها لنفسه. طبعا هي عرفت كده فهربت. راحت فين؟ كانت ساعتها الفتنه ما بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان. عبد الله بن الزبير استقل بمكة وعمل خلافة هناك، وعبد الملك بن مروان في الشام، وبدأوا إيه يحاربوا بعض. فطبعا الفرزدق مع مين؟ مع بني أمية. ودي هربت راحت على فين؟ راحت طبعا على العكس، راحت لي مكة عند عبد الله بن الزبير. فراحت لمين؟ راحت لمرات عبد الله بن الزبير، فهي أجرتها. ففرزدق راح وراها، فرزدق نزل عند ولاد عبد الله بن الزبير. فراحوا ولاد عبد الله الزبير لعبد الله بن الزبير قالوا له رجع الست لجوزها، احنا مش قده، ده لسانه يعني احنا دلوقتي في حاله حرب، فما تخليش لسانه يعدينا، احنا في عرض اي حد يبقى معانا. ما قالت له لا انا مش ده اللي عمله ده، انا مش هسيبها. فعبد الله بن الزبير عمل ايه؟ سمع كلام مراته بس، التاني ما سابوش. أما بنوه فلم تنجح شفاعتهم. أما بنوه فلم تقبل شفاعتهم، وشفعت بنت منظور بن زبانة. ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. فهمت المعنى إيه؟ طبعا عبد الله بن الزبير سمع البيت ده، البيتين دول، راح للنار قال لها بصي يا تروحي له يا هقتله. ترتضي ايه؟ قالت لا ده برضه ابن عمي. فراحت معاه وسافرت معاه، وبعد كده الفرزدق قعد معاه شويه، بعد كده كانوا كارهين بعض، طلقها وقال شعر كتير قوي في النوار بيندم ان هو طلقها وكده. طبعا الجرير مش هيسيب حاجه زي كده من غير ما يمسي على الفرزدق بيها يعني، يقول له الفرزدق بيقول الجريب بيقول له ما للفرزدق من عز يلوذ به، إن إلا بن العم في أيديه من خشبه، سيروا بن العم فالأهواز منزلكم، ونهر تيري فلم تعرفكم العرب، الضارب النخل لا تنبو مناجلهم، عن العذوق ولا يعيهم الكرب.
طيب احنا وصلنا كده لختام الشعر الاموي. حد عنده اسئله قبل ما نقعد نقرا شويه كده بقى في النقائد؟ عشان النقائد ده هتسرح مننا شويه، لان النقائد قلنا هم عملوا لها قوانين خاصه في الشعر، ان الرد يكون بنفس حرف الروي ونفس بحر الشعر، نفس التفعيلات يعني، ونفس الموسيقى بتاعه الشعر، والقافيه والروي نفس الحرف الاخير. كل ناخدها قبل الاسئله ولا ناخد الاسئله الاول؟ ممكن نشوف لو في اسئله ناخد الاسئله الاول، نعمل مداخلات ما بين الاسئله والشعر. بس كان عندي سؤال، بس هو احنا دلوقتي المفروض بنتكلم في الشعر الاموي اللي هو احنا خلاص بقى الاموي. سوري الاموي هو صح عشان هو نسبه لبني اميه. بس هي دي الفكره، فبنتكلم اميه اموي اموي، فكده احنا بنتكلم بعد ظهور الاسلام وفي دوله اسلاميه. اه احنا قلنا من سنه 40 هجريه يبدا 40 هجريه. اللي انا مستغربه ازاي احنا بنتكلم في وقت المفروض الحكام بيتكلموا فيه بقى، او دوله اسلاميه يعني المفروض احنا بنطبق الشريعه، فاللي هو لا تنابزوا بالالقاب وبعثوا لاتمم مكارم الاخلاق وكل الكلام ده، ويبقى فيه متاح ان الشعب بكل المعاني والكنايات اللي موجوده فيه ده كان عادي بالنسبه له. مفيش يعني حضرتك لسه بتتكلم ان هو انت بتغازل في الحرم، هو ازاي يعني في دولة اسلامية والمفروض بنطبق الشعر؟ الرد يعني البسيط ان الشعر كان اسلوب في حياتهم عادي جدا ومعتاد، والطريقة زي ما قلنا الكعب لما اعتذر للرسول عليه الصلاة والسلام كان بادئ بغزل، لكن هي دي كانت طبيعة الشعر بتاعه. لكن اللي بتقوله حضرتك لا يتعارض مع ان كان في اتجاه، يمكن احنا هنشير ليه برضو، اتجاه الزهد والشعر الديني والشعر التعليمي وشعر فيه جاء ابليس، والشعر اللي بدا الشعر الصوفي، بدايه الشعر الصوفي بدات في العصر الاموي. فدي كلها اتجاهات كانت موجوده يمكن نتيجه تضارب مناحي الحياه المختلفه والحواضر بتاعه الدولة الإسلامية المترامية الأطراف في الوقت ده نتيجة الفتوحات الإسلامية. ما هو العرب فتحوا فارس والروم وابتدوا يتوسعوا كتير، فظهر الموالي وظهرت الشعوب التانية والحضارات التانية بكل ما فيها من حاجات سواء كانت عند العرب أو لم تكن عندهم من قبل، وظهر الغناء أكتر، وظهر في الخمريات دي يعني ده فرع الواحد وكده. في بس كل ألوان الشعر كانت موجودة يعني. فكل طبعا كل سنة عندك ما تفصلش الحياة في الشعر عن حياة الناس العادية. كان في سياسة وكان في دين وكان في يعني ده اللي بيحصل في بين الناس، عادات وتقاليد في أماكن معينة فضلوا محافظين عليها، بدليل أن أولاد الخلفاء والأمراء كانوا بيرسلوا للبادية لتعلم اللغة من العرب الفصحاء في الوقت ده، وفضل ده فترة طويلة، لأن بعد كده الاختلاط حصل اختلاط كتير، عمل اختلافات في اللغة وفي والدين نفسه تأثر. يعني ظهور الصوفية والزهاد ده كان بتأثير من اختلاط العرب وانفتاحهم على الشعوب المسيحية والرهبنة. يعني حركة الرهبنة هي الأساس في تحول ناس كتير من اللي هم الصوفيين سواء كانوا رجال أو نساء، وظهر اللي بيحرم على نفسه الزواج واللي بيحرم على نفسه أكل اللحوم في العصر الأموي. فدي كلها كانت بتأثيرات من الشعوب والاختلاط بالشعوب المختلفة. فكل المظاهر دي كانت موجودة في، لكن طبعا بتحفظ في أماكن عن أماكن وبالطراد في أكتر في مدن عن مدن، او في الباديه عن الحجاز مثلا، عن الشام عن العراق. عشان ما حدش بس يفهمني غلط، بس عشان ما حدش يفهمني غلط ما بكلمش ان انا معترض على نوعية الشعر دي، بس اللي هو السؤال اللي هو احنا المفروض دوله اسلاميه فالمفروض يبقى في صبغه اكتر على ان الالفاظ تبقى مش اللي هي الفجه او كده. هو لو تتبعت هذا هتلاقيه موجود في كل عصر، من العصر الجاهلي كان فيه المحافظ وفيه المنطلق شوية يعني أكتر، حتى في الإسلام، حتى يعني في بداية الإسلام.
هو بس كنت عايزه اقول ان الحاله يعني بقى تعرفونا بحضراتكم وانتم بتتكلموا. دكتوره دكتوره هند الورداني طبيبه بالمعهد القومي للعلوم البحار والمصايد وشاعره يعني كاتبه برضه. اهلا بيكم. هو انا عايزه اقوله بس ان الحال تغير بعد الخلفاء الراشدين. يعني الخلفاء الراشدين ما كانوش يسمحوا ان حد يمدحهم اصلا. يعني ما فيش شاعر يجي يمدح سيدنا عمر، لو جه مدحوه هيجلده. لكن الحال تغير خالص مع بني اميه. اولا في فتن حصلت كتير، فتنه من اول مقتل سيدنا عمر، بعد كده مقتل سيدنا عثمان، بعد كده مقتل سيدنا علي والحسين وكل ده. وحتى النظام السياسي تغير، وكان في اعتراض كتير ان هو يتحول للنظام الملكي، ان هو يبقى في توريث. فهو عايز يدعم يعني مركزه بالشعراء. ومن ضمن اللي حصل ده برضو عشان ما تفتكرش الناحيه الدينيه كانت يعني على جنب خالص، مثلا الاخطل كان من تغلب، وكان احد شعراء الانصار من الانصار، كان شبب بواحده من نساء بني اميه. فجاء مش فاكره مين كان الخليفه بالظبط، كان عايز يرد يهجوه، كان عايز يهجوه. فده من الانصار، مين هيهجو الانصار؟ مين هيقدر يعمل كده؟ فجابوا احد الشعراء وقالوا له اهجوا الانصار عشان خاطر هو شبب واحده من نساء بني اميه. كان مين يا مولانا؟ كعب بن ايه؟ كعب بن جعيل. فهو قال لا ما اقدرش، انا اهجو الانصار، انا انجو بديني. طب نجيب مين يهجو؟ نجيب مين يهجو الانصار؟ مين اللي وافق؟ الاخطل، لان الاخطل كان نصراني، ما يفرقش معاه بقى يهجو الانصار يهجو المهاجرين، مش فارق معاه في حاجه، هو كده كده مش على الاسلام. فده كان بدايه دخول الاخطل للبلاط الاموي، انه هو هجى الانصار، قال واللؤم تحت ايه، واللؤم تحت عمائم الانصار، وقال كلام كثير جدا في الانصار، يعني ايه لا يجوز، يعني ما يقدرش الواحد يقوله. فلا الناحيه الدينيه كانت موجوده، يعني الشاعر المسلم ما قدرش يهجو الانصار، لكن غيره قبل. ويمكن عشان كده بيفضل دايما لما بندرس الادب في العصور المختلفه. يعني مثلا لو شفنا كتاب دكتور شوقي ضيف مظاهر التطور والتجديد في الشعر الاموي مثلا، هتلاقي دايما، وفي العصر العباسي الاول والثاني والعصر الجاهلي، هتلاقي دايما بيبدا بمقدمات عن الحياه السياسيه، الحياه الاجتماعيه، الحياه الدينيه، الحياه الثقافيه، الحياه، يعني كل المناحي دي عشان نفهم تصور شامل عن العصر ده قبل ما يبتدي يعبر عن الاشعار اللي ظهرت فيه واتجاهاتها واغراضها. فده برضو بيكون مدخل كويس مناسب. عبد الله مكاوي، لغه عربيه جامعه الازهر، وعلاقات عامه في الاردن. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا فكره الدوله الاسلاميه وكده، احنا ما فيش في التاريخ عموما، ولا هيكون في يوتوبيا، مش هيكون ابدا في مدينه فاضله. في مجتمعات، وكل مجتمع هو ليه ايجابياته وسلبياته، في الكويس وفي الوحش، لكنه بيكون بدرجات. دي حقيقه لابد ان تكون راسخه عند كل حاجه. مفيش ابيض واسود، لا ابيض واسود ده في الروايات الكلاسيكيه، لكن مفيش العلاقات المسطحه دي، لا. المجتمعات مش ابيض واسود خالص، فيها الكويس وفيها الخير وفيها الشر. وكمان الناس برضو واخده فكره ان هو الدين الاسلامي جه فحول العرب برضو من النقيض للنقيض، لا مش بالشكل ده. الناس كان عندها اساس، وانما بعث لأتمم مكارم الاخلاق، واحنا جايين نكمل نواقص ونظبط امور وكده. فما كانش بالشكل. فطبعا قصص بقى ان كان في هجاء مش عارف ازاي، قصص ان كان في غزل ازاي، هل ده كان غلط؟ بالتاكيد كان غلط. هل ده كان المفروض يكون في عليه رقابه؟ حتى مع اكثر الخلافات صرامه يعني ورقابه، سيدنا عمر هو اللي عملوا اللي هو حبس الحطيئة وحبسوا فترة طويلة، وحتى لما جي خرجوا دفع له 4,000 درهم، قال له أشتري منك أعراض المسلمين، ما تهجوش حد، وهاجى بعد كده عادي. يعني فقصدي اللي هو مستحيل حتى يتعامل على ده رقابة، يعني حتى الرقابة، يعني لما ما فيش زي سيدنا عمر عشان يطبق الرقابة، يعني الرقابة، تطبيق الرقابة شبه مستحيل. لكنها عوامل بتؤثر في ظهور أو عدم ظهور تلك الظواهر يعني. بالظبط. فطبعا كل حاله طبعا بيبقى ليها خصوصيتها، وفعلا ما فيش يوتوبيا في اي مكان ولا في اي عصر، لان يعني حتى في عصر في وجود الرسول عليه الصلاه والسلام كان في منافقين، وكان في يعني حوادث كتير احنا عارفينها، وهو موجود بينهم.
بالظبط كده. فهي ما فيش حاجة سواء احنا حتى ده بينسحب على كل حاجة، بينسحب حتى على الناس اللي بتكون نقيمة على الوضع. مثلا لك احنا في أسوأ فترة ممكن يكون مرينا، مستحيل نكون في أسوأ فترة. شكرا شكرا. احنا فاضل لنا 15 دقيقة وحابين نسمع آخر جزء من أستاذ محمد، وبعدين لو حد عنده برضو تعليق ال 15 دقيقة دول تفضل. مساء الخير. لو سمحت انا كان عندي سؤالين. اول سؤال، معظم الغزل اللي سمعناه كان بيكون من رجال لنساء، هو كان ينفع العكس ايام العرب زمان؟ يعني كان ممكن من النساء للرجال، ولا كانت ممكن تستحي الفتاة او السيدة من ان هي تغازل رجل؟ ثانيا، السؤال الثاني اللي عرفته عن اخلاق العرب ايام زمان ولغاية الوقت القريب، ان اللي كان بيغزل اي بنت من اي قبيلة او كده كانوا اهلها ما يتجوزهاش. لغايه وقت قريب اللي عرفني الكلام ده كان ايام نزار قباني، واعجب ببنت عراقيه بالظبط، لدرجه ان القبيله كلها، وراح لشيخ القبيله ورفض، استجدب مين؟ جاب لهم الرئيس صدام حسين، هو اللي شهد له يعني في الاخر، قال لهم هو بيحبها ونفسه يتجوزها وبعد قصه غرام طويله ومتيم بيها في الاخر اتجوزها. الكلام ده برضو كان مستمر من بدايه العرب يعني؟ لو ما احنا اتكلمنا عن ده في الندوة السابقة وقلنا ان حقيقي طبعا، واتكلمنا عن قصة عنترة. طب لما هو عارف انه اخرتها مش هيتولها بيتغزل ليه؟ بعد ما تتجوزها تغزل فيها على راحتك يعني. بس ما حصلش في كل ده يعني، مثلا قيس ابن زريح اتجوز لبنى، ما اللي توسط له الحسين ابن علي، فهنا في وسطات برضه. السؤال الأول، السؤال الأول، هل هناك، طبعا كان هناك نساء شاعرات في كل العصور، بداية من العصر الجاهلي زي الخنساء، لكن أستاذ محمد ممكن يجاوب. في العصر الأموي ما برز حاجة أسماء، ما كانش بالقوة برضو بتاعت الأسماء المشهورة اللي موجودة في من علامات العصر يعني. بس هو السؤال كان عن الغزل، هو السؤال الغزل. كان عن الغزل يعني، كغزل تمام ايوه، لكن ما كانش فيه بالقوه دي مثلا يعني، حتى في العصر الجاهلي. لكن لو شفنا كانت الخنساء برضه كانت واخده حاجه معينه، رساء مثلا هي تلقت فيه مثلا، بس اللي بيكتب لا، العرب كلهم بيكتبوا. لكن هلا على العكس بقى، في اسماء نسائيه كثيره في الغرض الزهد، في الزهد وفي الشعر الصوفي بعد كده. فإن تسألوني من أحب فإنني أحب وبيت الله كعب بن طارقي، أحب الفتى الجعد السلولي طارقا على الناس معتادا لضرب المفارقي. وده نموذج من نماذج كتيرة. مين بقى الاسم؟ عشان غالبا ما بيكونش ليهم، أسماء مشهورة، غالبا ما بتذكرش أساميهم، وقالت 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 وقالت، وحتى لو ذكر يعني فما بيكونش الموضوع. كان في من القيان المغنيات من تنشد الشعر، فممكن يكون دوارد طبعا. لا هو كمان في قصه ان هو العرب عموما في بدايتهم يعني. ممكن نقرا بقى نماذج، نقرا نماذج من النقائد. خلينا النقائد في النهايه نقرا يعني نماذج صغيره عشان نعرف الوضع كان بيكون ازاي، او الردود. احنا بص عايزين نشوف بس هو كان بيرد ازاي. هو كان ياخد القصيدة بيلتزم بنفس القافية، نفس الوزن، ويبتدي يرد على كل حاجة حصلت فيها، حاجة كل حاجة يعني، يرد على حاجة حاجة. سواء من أشهر إيجاب العيب أو بسلب الفضيلة من الآخر، سواء كانت شكلية أو معنوية. نروح حاجات المشهورة. في قصيدة مشهورة للفرزدق، تحن بزوراء المدينة ناقتي حنين عجول تبتغي البو رائمي، ويا ليت روراء المدينة أصبحت بأحفار فلج أو بسيف الكوازمي. بصوا هتلاقيها ماشية ازاي، كوازمي حيازمي لهزيمي. فدخل عليك لما حب جرير يرد عليه، بيقول جرير: أتيت حدود الله مذ أنت يافع وشبت، فما ينهاك شيب لهازمي، تتبع في الماخور كل مريبة، ولست بأهل المحصنات الكرائم، رأيتك لا توفي بجار أجرته، ولا مستعفا عن لئام المطاعم، هو الرجس يا أهل المدينة فاحذروا،
مداخلة يجتم بالخبيثات عالمه، يعني قاعد بيشتم في شتمة ريكس و... وطبعا هنلاحظ برضو ان احنا فاهمين شعر جرير اكتر، يعني جرير اسهل. في قصيدة برضو للفرزدق الجرير بيقول: وهل كان الفرزدق غير قرد أصابته الصواعق فاستدار، وكنت إذا حللت بدار قوم رحلت بخزية وتركت عارا، تزوجت نوارا ولم تريد، ليدرك ثائر بأبي نوارا، فدينك يا فرزدق دين ليلى، تزور القين حجا واعتمارا، فظل القين بعد بكاء ليلى يطير عن سبالكم الشرارة. واضح ان هو جاب قصة النوار وحطها برضو قاعد بيرد عليه فيها. فرد عليه الفرزدق: جر المخزيات على كليب جرير، ثم ما منع الزمارة، وكان لهم كبكر ثمود لما رغى زهرا فضمرهم دمارا، عوى فأثار أغلب ضيغميا الأسد، فويل ابن المراغة ما استثار من اللائي يظل الألف منه، منيخا من مخافته نهارا، تظل المخدرات له سجودا، حمت طرق المقانب والتجارة، كأن بساعديه سواد ورس إذا هو فوق أيدي القوم صار. كلام صعب شوية، هيبقى تقيل، بس احنا وصلنا الفكرة ان هم كانوا بياخدوا نفس الوزن نفس القافية، وياخد موضوع هو بيرد على كل نقطة في القصيدة. يعني هو لو ذكر خمس حاجات في القصيدة هو هيرد على الخمسة، الأجمل بقى اللي هو التاني ده هيرد على الخمسة، التاني بقى يروح عامل واحد تانية يرد على الخمسة الخير الخمسة اللي هو رد عليهم، فهو يفضلوا يردوا كده لغاية ما في حد هيعجز، يعني هيقف مش هيعرف يكمل، يبقى ده خلاص ده كده كسب. في حاجات فيها كانت بتبقى يوم كامل، وفي قصايد انت بتحس ان القصيدة ان هي 40 بيت ورا بعض، هما 40 بيت ما تقولوش ورا بعض، هو قال اثنين فلا حد عليه ده بثلاث ابيات، راح ده عليه باربعة، راح ده عليه باربعة تانيين، بس كلهم عشان نفس القافية ونفس الوزن، فتحس ان هي قصيدة طويلة اتقالت مرة واحدة. لا هي ما اتقالتش مرة واحدة، اتقالت على اجزاء وممكن على ايام وشهور. الندوة القادمة ان شاء الله سنعرض الاشعار على عشان نقدر نقراها مع بعض ونتابع الحاجات الفنية دي فيها ان شاء الله. الفرزدق مات قبل جرير، وجرير يعني سخرية القدر يعني رسق فرزدق بقصيدة، قصيدة قوية جدا، يعني من أجمل القصائد الرساء اللي اتقالت، قصيدة رساء مش هجاء، رساء الفرزدق الجريد الفرزدق. حتى ممكن لو ناخد منها أبيات، بص الفرزدق بيقول على جرير، شوف احنا سمعنا الشتايم كلها، جرير بيقول ايه: لعمري لقد أشجى تميما وهدها، على نكبات الظهر موت الفرزدق، عشية راحوا للفراق بنعشه، إلى جث في هوة الأرض معمقي، لقد غادروا في اللحد من كان ينتمي، إلى كل نجم في السماء محلقي. دلوقتي الفرزدق بقى نجم في السماء بالنسبة له. ده يقول برضو أن هم الخصومة اللي كانت بينهم خصومة، كانت حاجة خصومة يعني فنية، يعني حاجة يعرف اللي هو مش حاجة شخصية بين الاثنين، حاجة للشهرة. وعلى فكرة هو كانوا بيعملوا كده من أجل الشهرة الاثنين، يعني ده هم بيشهروا بعض الاثنين كده بس. وأتمنى يعني يكونوا استمتعتم واستفدتم. في أي سؤال أخير؟ اتفضل. في سؤال؟ سامعك قول. كم صح؟ لا هو الناس حميد الكاتب، ابن حميد الكاتب. الناس قصة تانية يعني مقفة. النسر لي قصة تانية، قصة تانية. احنا مسكين هنا الشعر، هو انتشر بسبب الخطابة في البداية، الخطابة من العصر الجاهلي، وصل الخطابة وتطور جدا الناس والوزارات والدواوين، المراسلات بين الدواوين، لكن ممكن تبقى ليها دي يعني مناقشة.
نقاشات أخرى. إحنا مركزين في الشعر. في الشعر. نعم. شكرا جدا. تمام. حتى نعمل ولا خلاص. أي سؤال أخير خلاص. تفضل. أهلا وسهلا. شكرا لحضرتك. وده اللي احنا بنقوله يعني دراسة الأدب بتكون منفصلة عن موضوع الدين بشكل ما. وأذكر إن احنا أول نادي كتاب ناقشته في المكتبة كان عن رواية يوسف السباعي نائب عزرائيل، كان في بعض الاعتراضات عليها، لكن احنا قلنا احنا بنتكلم من ناحية الفن والقصة والحبكة والفكرة الطريفة الجديدة، الجانب الديني ده يحسب عليه صاحبه بقى. حقيقي شكرا لكم وشرفتونا، ونتمنى ان نسعد بكم في اللقاءات القادمه ان شاء الله، وعلى وعد ان تعرض الاشعار لتكون اوضح ويمكن قراءتها من اي شخص من الحضور. والندوه القادمه عن ازدهار الشعر في العصر العباسي هتكون الشهر الجاي ان شاء الله، وتابعونا على صفحه المكتبه خدمات الجمهور لمعرفه الموعد. و لا احنا بس احنا ماشيين بالعصور دلوقتي، احنا ممكن الشعراء كده حاجه منفصل عن المتنبي، احنا مع بعض ان شاء الله. حد شايف يقف قصاده اصلا؟ لا مفيش مشكله، احنا بناخد السمات المعينه للعصر، ناخد الحاجات اللي بتميز العصر عن التاني، وبناخد من كل شاعر الحاجه اللي بتايد السمه المعينه اللي في العصر ده. باذن الله يعني زي العصر الاموي هنا، احنا لما خدنا مثال لعمر ده كان مثال على الغزل الصريح، لما خدنا مثال قيس وجميل بوسينا وكتير ده مثال على الشعر الغزل العزلي او الغزل العفيف، لما خدنا جرير والفرزدق على النقائد. فاحنا بالعكس انت ديوان جرير ده قد كده برضه، حاجه كبيره جدا زي المتنبي يعني. فاحنا مش هناخد كله، هناخد الحاجه اللي بتدل على السمة المعينة في العصر ده، ولا يمنع ذلك من احنا نفرد لقاءات اخرى خاصة بالنقائد بالمتنبي، يعني لا مشكلة ان شاء الله تكون شكرا جدا لحضراتكم يعني. شكرا لكم، شرفتونا. السلام عليكم.